A new episode من Inspire Podcast. اليوم عندي شخص that's very very influential. شخص he's definitely someone that inspires me in, well, أكيد أكيد in fashion صراحة. And definitely in making change. وهذا الشخص that one of the most consistent people أنا شفته بالسوق in exactly basically what he does, the way he lives, his philosophy صراحة in life. اليوم أنا قاعد with أنا كاتب a brilliant salesman, honestly a brilliant brilliant salesman, and definitely a fashion stylist, and that's something that نحكي فيه اليوم كتير. I think if you check his account, you'll definitely it's gonna be very clear يعني what this person does. 100% he's a lifestyle blogger. So اليوم أنا عندي مساعد المتاري. مساعد, thank you so much, وأنا بقول لك إياها إلي الشرف, and it's a privilege أن أنا قاعد معك اليوم, لأن I think أنت وراك كتير قصص نحكي فيها. فعن جد welcome to Inspire Podcast. أول شيء يعطيك العافية على المقدمة الحلوة. وشكرا, وجد انا اللي متشرف اني اكون معك. انا تابعتك وشفت اكثر من مقابله عندك, ومجرد ما صار الكونكت بيننا وقلت لي خلينا نطلع قلت لك على طول, لان احس ان الوجود معك راح يكون في اضافه لي. تسلم والله, ثانك يو سو ماتش. فانا اليوم نحن الهدف من Inspire صراحه هو يس, انت اكيد عندك كثير نجاحات بحياتك. اللي نحن حابين نحكي فيه هو اكثر انه شو اللي خلى مساعد يصير مساعد اليوم, وهي رح نرجع شوي نحكي ميبي اباوت ذا باست, نحكي شوي عم بيصير هلا بالحاضر, وحتى يمكن بالاخير ننهي بنحكي شوي عن المستقبل. لكل الجاست اللي هن معودين يحضروا Inspire معودين حتكون مثلا نص ساعه على ساعه يوجولي, بنفوت شوي ديب وسمتايمز بنكون شالو شوي ديب وشوي شالو, يعني خذ وعطي. يعني انا كل حلقه ببلشها وذا سيم كويستشن, ودايما بسال الشخص بنقول ابرود كويستشن. هذا السؤال هو صراحه كل شخص بجاوب مثل هو بطريقته. سمبلي اذا انا اليوم جيت لعندك سالتك, انا اليوم اول مره بقابل مساعد, قلت لك مساعد وات از يور ستوري, شو قصه مساعد؟ اوكي, ستوري مساعد, شو بتقول؟ صعب ان نختصرها بسرعه, بس بشكل عام مساعد شخص حب يكون مختلف من دي 1 عن كل اللي حواليه, واختلافه هذا ما كان يخوفه, كان يميزه. يعني انا من اول يوم من بين اخواني, من بين عيال عمي, من بين عيال قبيلتي, من جنسيتي, من جنسي, كنت مختلف عن كل اللي حوالي, وهذا الاختلاف عمره ما خوفني, ما خلاني احس اني بروحي, ما خلاني احس ان ما حد يحبني او انا منبوذ. لا, انا مختلف اني اكون مع الناس لكن بنفس الوقت ما اكون اشابههم, لان مشابهه الناس بالنسبه لي جدا شيء ممل, اني نطلع كلنا نشابه بعض, ناكل نفس الاكل, نلبس نفس اللبس, هذا شيء جدا. معنى في ناس راح تقول مساعد انت انفلونسر, انت تقول حق الناس يلبسوا نفسي اكلوا نفسي, شلون انت تقول انا بصير مختلف؟ لكن اي, لكن الفكره انك لازم يكون عندك توازن. احنا كلنا نحب نقلد بعض, كلنا نحب نشابه بعض, لكن لازم يكون في عندك تميز. فمساعد شخص مختلف عن الكل فقط. حبيت ان انت يور فيري اوير قصه الاختلاف, لانه هيدا انا سالت العالم على السوشيال ميديا, قلت لهم شو بتحبوا تعرفوا عن مساعد. هاي تصدق انه هذا السؤال اللي كل العالم سالته, انه كيف مساعد اليوم عايش بالكويت؟ طبعا هنحكي انه كيف ساعد هو, يعني انت يو نو يور ديفرنت, بس كيف انت متاقلم مع هذا الاختلاف بالكويت, وكيف انت عايش حياتك الطبيعيه عادي بالاسبشي بالعالم العربي والخليج يعني. بس انا اللي حاب اسال اول, انت اليوم صح انت مختلف بكثير طرق بحياتك, اسبشلي لبسك, اسبشلي يور تيست, انا لاف ذات, وانت your consistency, وصراحة it's very classy, sometimes very classy, sometimes very trendy, يعني انت ما عندك one style, you fit, يعني صراحة يعني انت you go with the wave. okay. ليش fashion؟ ايش معنى fashion؟ في كتير امور فيك تختلف فيها. نعم, اتوقع بحكم اول شيء شغلي, لان انا في البداية من اول ما بدأ يصير عندي هذا الهاجس اني ابي اصير salesman, فكان salesman كان متوجه صوب الفاشن بشكل عام. وجودي في السوق كأني أنا أقول حق إن أنا دائما أنا سلعة قاعد أبيع نفسي. yes. بشكل إن أنا بالستايل مالي, اللايف ستايل مالي, ملابسي المختلفة الستايل. فأنا اليوم علشان أقدر أخدم شريحة مختلفة لازم يكون لبسي مختلف. لازم يكون يوم مرات كلاسي, لازم مرات يكون ترندي, لازم مرات يكون براندين, مرات يكون سبوت ستايل. فكل ما كان في عندي اختلاف بلبسي بشكلي بستايلي, كل ما قدرت أبيع السلعة مالتي الخاصة فيني وهي خدمتي, اللي هي أنا ما عندي متجر, أنا ما عندي محل أبيع فيه قطع. yes. لا, أنا أبيع خدمة أنا أسويها. أسوي ستايل حق الناس, اتسوق معاك, ابيع لك قطعه. اذا ما شافني الكونسومر بشكل عام او الناس بشكل عام في اللايف ستايل, ما اتكلم بس على السوشيال ميديا او على حتى الميديا, انا اتكلم لما اكون يمه في قهوه لازم يشوفني صج ستايلش, لازم يشوفني قريب منه, لازم يشوفني لابس نفس طريقته. وخاصه في الفتره اللي طافت صار الستايل الشبابي اللي هو الستريت وير والاشياء هذه صارت اكثر طاغيه على السوق مثل ما قلت, فكان لازم اركب الموجه, لازم اروح, لكن بنفس الوقت اخذت اللي يناسب مساعد بدون ما اطلع من جلدي الخاص فيني, بدون ما اطلع من الوان اللي احبها, بدون ما اطلع من الستايل اللي يمثلني. لكن بنفس الوقت كنت على قولتهم يعني العب على كل الجهات, بحيث اني الفريق كره القدم في حارس ودفاع وشنو, انا فريق كره قدم كامل, وين ما تحطني راح العب, تحطني حارس راح العب حارس,
تحطني هجوم راح العب هجوم، تحطني دفاع ما عندي مشكله. وعشان كذي طورت كل عضلاتي، عضلاتي المهاريه كلها طورتها علشان لما انحط في اي مكان العب اي لعبه واجيب جول واسد الجول، وهم على قولتهم اصد الهجمه. وهي لا اساسيات being a good salesman. انت عم تحكي هلا انا برايي is one of the key points بتكون سيلزمن رائع صراحه بالحياه. واي ثينك هذا اللي صار معك انت بيكوز انت قلت تلعب كل الادوار. بالضبط انا بالنسبه لي انا اشوف نفسي صراحه يعني في ناس شويه ما تقبل الكلمه، انا افضل بياع بالكويت. اوف ايه انا ولا مره جيت على محل انتونيك، انا حروح بدي احاول شغله. انا حقول لك بيعني شغله. خلاص حاضر خلي سي تشالنج تعال لي هاربي وشوف بس جيب فلوسها. جيب فلوس يعني لا تجي. صح لازم يكون في القابليه. طب ليك انا سؤال انه اوكي فير انف انت ما شاء الله عليك انه يو بيلت سكيل اوفر ذا ييرز، بس انت اليوم ليتس جو باك شوي نرجع بالوقت. اوكي شو كان يعني انت اليوم شو اللي خلى مساعد يقرر بيوم مثل انا مثلا انا قررت ولا بدي افتح بودكاست ولا من سنه ونص وانا عارف البدايه وين كانت، بس مساعد وشو اللي كانت عنده هيدي اليوتيرن هو قال انا اليوم بدي فاشن. بس انت يعني اوكي انت كتير شاطر بس بالمبيعات وبالفاشن، واعتقد انت قلتها من قبل ان انت هلا فيك تبيع اي شيء انت فيك تبيع اي شيء بصراحه. انت بلت سكيل اوف سيلينج، بس انت نقيت فاشن. كان في بتاريخك انت يمكن انت بصدر صغير او شيء؟ بالضبط هو فكره الفاشن جت من الوالده. انا طبعا احنا ما شاء الله احنا 8 اخوان، انا اصغر واحد. الوالده مره كبيره بالعمر وبدويه يعني نظام البدو اللي لما تطلع المره لازم يطلع معاها احد ما تطلع بروحها. فكانوا اخواني اكبر مني، بقاب بيني وبين اخواني كبير، فلما تجي امي تبي تطلع اخواني ما يطلعون معاها، فالوحيد اللي كان يقبل يطلع مع الوالده السوق كانت انا. أوكي. والوالدة بالنسبة لي كانت one of my idols يعني، ولا زالت هي شخص متحدث، شخص اجتماعي، شاعرة تنظم الشعر وتحفظها مع أنها غير متعلمة، بس فيها عندها ذاكرة قوية، فشخص يعني عنده خطابة وكلام ودائما شخصيته قوية، ودائما لما تدخل أي نزاعات نقاشية تنجح فيها. تقنع اللي حواليها، شخص حكيم. فكل هذه على قولتهم الأشياء اللي فيها لما تروح السوق يغلبها البياع. فأنا بالنسبة لي يعني الايدل مالي يغلب البياع، فصار في سويتش عندي. صار الايدل مالي اللي أبي أكونه هو بياع. هذه شغلة. الشغلة الثانية، الوالدة كانت دائما تاخذني معاها السوق الخام والذهب وعند الخياطين والأشياء، فأنا من عمر صغير الحواس مالتي الخاصة بالألوان والخامات نمت عندي. كانت الوالدة تقول تعال تعال شوف الخامة هذه، ترى هذه أخف من هذه، كانت تعطيني تبس طفل يعني وأنا صغير يعني تقريبا 9 سنوات هذا 8 سنوات. واو. فهذا الحس المبكر لموضوع الألوان والخامات والفاشن، وكنت أشوف شلون الخامة تنوخذ قطعة خام صغيرة شيء بعدين فجأة تصير درس، فترن اوف ذا فابريك كان بالنسبة لي اميزني، فخلاني اتعلق كثير. والوالدة كمان فيها شغلة، الوالدة تسوي السدو. فكانت تجيب البيت الصوف مال الغنم وتغزله وتسوي خيوط وتصبغ الخيوط وتسوي منها سجاد ومخاد. فكان هم نفس الشيء اتوقع بالجينز عندي نفس الوالدة في السكيلز مال تركيب الالوان والتصميم والاشياء هذه، فهذا كله اتخلط على بعض ودخل موضوع الفاشن. يمكن نقيته ونقاني بنفس الوقت يعني، لما جيت اشتغل بياع سيلز بيرسون، لما رحت اشتغل مثلا بشركات سيارات لازم يكون عندك خبره. صح. لازم تعرف لغات معينه، ما كان عندي هاللغات. كل ما اروح مكان يقولوا لي لا، فالوحيد اللي قبل انه ياخذني وما عنده مشكله ان انا زيرو نوليدج كان الفاشن، وكان ايامها فيلا مودا. ها تقريبا من 25 سنه ما شاء الله عليك. اسمه صاعد 25 سنه. ايه. اوكي مش خلاص انا عمري 41. يعني انت مبلش صغير في الشغل. حيل صغير حيل انت بتحكي، يعني انت بتحكي بالتينيج دايز بلشت بالمحلات بالضبط. اوكي حيل صغير. فلما بلشت هناك كان شفت السفنجة لما تكون ناشفة تحطها في ماي تشرب امتصت، قاعد امتص كل شيء اقدر عليه، لدرجة انه كان دوامي 5 ساعات كنت اقعد 8 ساعات كنت اقعد 9 ساعات. يعني ما ابي اطلع نهائيا من كثر ما اني حاب المكان وقاعد اخذ منه نولج. فاتوقع انه ما قلت لك مرة ثانية انا والفاشن نقينا بعض يعني، بس الحمد لله صار بيننا زواج كاثوليكي. الله في كومنتمنت انا ما جدا. بس ليك انت لما انت نقيت الفاشن، وانا صراحه عم تابع شغلك وعم حاول اشوف انت اكزاكتلي وات يو دو، حتى لبسك انت كان عندك تشويس يا بتروح وذا نورمال فاشن، نحكي عن فاشن هلا سبيسيفيكلي، انت فيك تروح بالنورمال فاشن ذا نورمال كلرز ذا نورمال ستايل، بس انت كم ساعه قلت حالك دايما مثل انت الاول بلشت الانترفيو قلت لي انا مختلف. وانت وانت مغروم باختلافك، بالعكس انت حابب اختلافك لانه هو اختلافك هو اللي مميزك بالمجتمع الصراحه. بس انت يعني لانه بس كيف بدي لك يعني اتس فيري رير، يعني هي مش كل العالم بتنقي الاختلاف لانه الاختلاف صعب.
والعالم بتحكي عن الاختلاف. خوف. والعالم بتحكي عن الاختلاف يعني people will comment يعني انت يعني people will always comment about you يعني ليش لابس مثلا ما بعرف بدلة زرقاء مثلا او بدلة pink او whatever فانه العالم they will make the comments بس انت يعني كنت عارف هالشيء قبل ما تبلش؟ ما كنت عارف هالشيء انه يعني والله اختياري لهذا الشيء راح يخليني under spot وراح يكون الناس aggressive علي وممكن بس الفكرة يمكن الاساسية اللي كنت انا جاهز لها انه مو مستعد احد يتقبلني يعني أوكي. أنا لما اخترت اللي أبي أسويه في حياتي كلها ما كنت ناطر التقبل ويمكن هذه الدائرة الأساسية اللي هي دائرة الأهل يعني yes. كلنا ممكن ما لنا شغل بالعالم ما بدنا الناس ولا بس أنا يهمني أمي وأبوي وإخواني يكونون فخورين فيني yes. أنا لا أنا ما يهمني أحد يكون فخور فيني وللحين أنا يهمني أن يكون أنا فخور بنفسي مرات إحنا نغلب على نفسنا ببعض المشاعر نحس أنها مطلوبة مننا وضرورية ولازم تكون أنا ترى أحب عائلتي وأموت عليهم وما أقدر أشوف أحد فيهم بشكل مو زين لكن هذا بنفس الوقت ما يعطيهم الحقية أن يكونون جزء من حياتي صح. هذا ما معناته أن لما بسوي شيء لازم أمي وأبوي وإخواني وخواتي كلهم يكونون حابينا وفاهمينا ويعرفونا وفخورين فيه لا نهائيا هذا إذا حدث جميل إذا عرفوا وفهموا وكانوا فخورين باللي أسوي جميل وحياتي راح تكون حلوة لكن لو هذا كله ما كان موجود حياتي هم نفس الشيء راح تكون حلوة لأنها في النهاية قرارات مساعد حياتي مساعد وحتى نفس الشيء يمكن بعد احنا مجتمع الكويتي لانه مسكر وقليل ودائما everybody reflect everybody يعني انا امثل كل مطيري هم يشوفون كذي ان اي واحد مطيري مساعد ولد عمه انا اقول لهم لا اوكي انا امثلك واحنا يمكن دمنا واحد ومن ناس واحده من جنسيه واحده من كل هالامور بس بنفس الوقت ما حد مسؤول عن الثاني يعني انت لما تختار طريق مثل واحد من اخواني الكبير مختار طريق الصقور والقنص والدنيا هذه كلها اي يعني he's always حتى الحين مسافر يعني رايح يمكن بيقعد 3 شهور رحله قنص اختار الحياه هذه اللي هي هو سعيد فيها ويحبها يمكن انا مريت بجزء هذا بحياتي مع ابوي خذانا حق هالامور I love and respect what they do but I'm not enjoy it I'm not do it نفس الشيء حياتي انت يمكن ما تعرفها بس don't judge me يعني لا تحكم علي yes, 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 yes. وبنفس الوقت ما سكرت باب الحكم يعني ما خليت الناس ما تحكم لا اسمع. لازم اسمع صح. لازم اسمع لان دائما اقول لهم انت اول مره سجلت صوتك سمعته ما عجبك صح لانك اول مره تطلع من البوكس الخاص فيك وتسمع نفسك كومفورت زون بالضبط فهذول الناس قاعد يعطونك شغله انت تدفع عليها فلوس انك تخلي الناس يشوفونك ويقولوا لك لا تسوي كذي سوي كذي صح دائما اي نقد حتى النقد اللاذع في 10% حقيقه بس انت ما تعرفها صح. انا دائما ادور هذه 10% في اي نقد يجيني ما عندي مشكله قول اللي بتقوله علي قول اي تعليق صح. حتى مرات لو كان قلت لك حتى لو كان عنيف شويه لان كل الناس كل واحد يعبر بطريقته في واحد لما يشوفك مشتاق لك سلم عليك كف في واحد يشوفك يعبطك فهي طريقه التعبير فما نقدر نقول حق الناس كلهم سلموا علينا بنفس الطريقه ولا نقدر نقول حق العالم علقوا علي بنفس الطريقه yes, yes. كل واحد فيكم علق بطريقته بقوته اللي يقدر عليها بكلامه اللي بمفرداته مرات في ناس حتى مفرداته يعني ما تخلي يقول لك كلام حلو يعني بيقول لك بيمدحك بس ما يقدر صعب يستصعبه yes. ما عندي مشكله قول اللي بتقولونه اني في النهايه انا حاسس اني انا كيس للناس حق ما دام اني حطيت نفسي اندر ذا سبوت بالضبط ما يصدقوا حق العالم لا تشوفوني لا ما غمضوا عيونكم صدقوا لا الحياه مو انت عيش وخلي الناس ذاتس هو بوينت يعني بضل اقول للعالم انا ما عندي مشكله ان ينتقدوني العالم لانه اذا انا عم انتقد من العالم معناته انا بعمل شيء مختلف بالضبط وانا هدف الحياه ان انت تروح تثبت حالك بالحياه وتعمل شيء مختلف الليفا مارك بيهايند يعني انت بدك العالم تتذكرك بشيء وانا ما حتتذكرك اذا قعدت بالغرفه ما بتعمل شيء يعني صراحه انا النقطه اللي انت قلتها قصة ان انت ما بتحب تثبت حالك لغيرك وانت بتثبت حالك لحالك كمساعد يعني انا هذه النقطه كثير بحثك عليها لانه كثير من العالم بيحسوا حالهم وانا كنت من هالعالم اللي حسيت حالي عم اقضي كثير حياتي عم حاول اثبت لغيري وخاصه الاهل عم حاول اثبت لاهلي انه شوف انا اي كان بي سكسسفل اي كان دو سمثينج وانا كتبت هون كويستشن انت كنت عم تحكي بانترفيو مع ناصر كنت عم تقول له انت مثلا يور داد ما كان مؤمن ما كان فخور باللي انت عم تعمله لعشر سنين بس انا ما سمعت هالنقطه انا صدمتني الصراحه النقطه ليش انه 10 سنين مش شهر شهرين 10 سنين فلا شخص حتى يمشي بحياته يقول لحاله انا ماي داد ماي اون داد ما عم بيامن بالفاشن وانا مصر لحتى راح مصر اوصل ب 10 سنين اثبت له انه هو غلط هذا الاصرار عن جد انا بحترمك عليه انه كيف انه يعني كيف انت ضاعت 10 سنين ما عندك مشكله اتس اوكي يعني ماي داد عادي انه بس عم تثبت حالك لحالك وحتى if your dad wasn't proud شوف هي الفكره مره ثانيه حبيبي الوالد طبعا انا يعني انا اقول لك يمكن قبل يمكن 3-4 سنوات لو تقول تسالني عن ابوي راح اقول اتكلم عنه بدون ما اقول حبيبي سيريسلي انا وابوي خلال 6 سنوات اللي فاتت صرنا ربع اكثر من قبل حلو
وفترة الكورونا قربتنا كثير لأني قمت أقضي وقت معه أكثر. حلو. أنا وأبوي الجاب بيننا كبير. أبوي مواليد 1922 وأنا مواليد 1980. ما شاء الله. You can imagine the time. يعني الوالد شاف أشياء مختلفة عن الحياة اللي أنا عشتها. فعشان أنا مساعد لو بكون شخص غير عقلاني وغير واقعي وأناني أني أطلب من أبوي يفهم أنا إيش قاعد أسوي. إحنا مشكلتنا مرات تصير معانا أن أنا حياتي مختلفة، تفكيري مختلف، الحياة اللي أنا عايشها، الزمن، كل شيء. فجأة أبي أبوي وأمي ينطون من زمنهم بآلة زمن ويصيرون بنفس عمري ويفهموني، ما راح يصير. والعكس صحيح. مرات في أهل عيالهم انولدوا لزمان غير زمانهم، تفكيرهم غير تفكيرهم، يبي يفكر بنفس الطريقة. إحنا لازم يكون فينا برج، اللي هو شنو؟ هو برج التفاهم. نتفاهم، نقعد، نتناقش، نتكلم. في فرصة إنك تبي تفهمني وأنا بفهمك، نتكلم. أما كل واحد يبي يسوي فورس على الثاني، ودائما يصير الفورس من جهة الأهل. ليش؟ لأن في سلطة مطلقة وهمية موجودة إن الأم والأبو أنت سكسس ستوري تو هذم، أن أنت قصة نجاح مالتي. الأم والأبو جديد. هم يردوا. إيه أنت قصة نجاح مالتي. علشان أنا لما بكرة أروح عند صديقاتي وأقعد وأقول ابني عامل هيك لأن أنا no be proud of yourself. يعني أوكي أنت قولي إن أنا والله علمته وخليته يصير يتحدى نفسه. هو صار بحاله بحاله. yes. فإحنا هذه شوية اللي أنا يمكن من يعني سن جدا صغير استوعبت الموضوع إن أنا مو مطلوب مني إني أمي وأبوي يفهمون اللي قاعد أسويه، وما أقدر. ما اقدر اخليهم يفهمون. يعني لو قعدت مع ابوي من نيله بكره وقلت له فوتوشوت وكاستينج وستايلينج اول ذوز تيرمز بالنسبه له شنو ما يفهم. يعني يمكن كان هذا كله يفهم تصوير. اوكي عندك تصوير لدرجه ان هذا اللي صار مع ابوي. يعني كل ما اقول له والله عندي شغل عندي تصوير خلاص يعني تصويركم زين اموركم طيبه الناس اللي معاك زينين، ما يسال عن شنو التصوير، يسال عن الاشياء اللي هو تعني له السوشيال لايف والدنيا هذه. احد منهم زعل منك لا تكون ضايقت احد بكلمه، يسألني على أشياء ما لها شغل. بس في النهاية في بريدج بيننا. فأبوي العشر سنوات الأولى مرة ثانية still we love each other we respect each other نشوف بعض ونتكلم بكل الأمور ونطلع ونروح ونسافر، بس ما يفتح موضوع دوامي لأنه كان يعني أنا أقول لهم الكلمة يمكن في ناس كثير يزعج منها، كان يشمئز من دوامي. كان يفشل دوامي. يعني كان لما يتكلمون عن دوامي كان بالنسبة لنا يعني مثل قصة المهندس ودكتور، يعني لازم تكون يا مهندس يا دكتور أدروايز أنت فاشل. يعني لا وبعدين أنا الوالد يعني يمكن بإخواني كلهم ما كان عنده أي بلانت ذم، يعني سووا اللي تبونه بس أنت أبيك تكون عسكري شدي. صح سمعته. يكون لأني أنا شافني من كنت صغير مرتب مرتب فراشي ورتب أموري ولبسي مرتب. يعني حتى بلبس المدرسة كان يعني كنت أنا في مدرسة مدارس حكومية فكان الكل يلبس أي شيء، يعني قميص أبيض وبنطلون رمادي بس. هذا أنا لا لازم البنطلون يكون فيه خط ولازم الشاط الحزام لازم نفس الساعة. فكان يقول لي أنت مرتب أنت عسكري وبنضبط بالوقت، يعني أول واحد يقوم آخر أول واحد يروح النوم وقت الأكل أنا أكون موجود in time من زمان. فكان يقول لي أنت مشروع عسكري فجأة مساعد من العسكرية كان يروح لها شباشن فكانت صدمة بالنسبة له. فأنا يعني مرة ثانية أقول إنه حلو إنك تحب أهلك وتحترمهم، حلو إنك تكون جزء منهم، حلو إنك ما تخجل منهم. يعني أنا واحد من الناس ما أخجل من روت مالي، ما أخجل إن أمي بدوية ما تعرف شنو شانيل وغوتشي، لأن مو ما هم تعرفهم، لأن ما راح يضيفون لها شيء وما راح يعني ولا راح يغير من أمي شيء. وأمي عندي لبسها البرقع والثوب النشل ودراعتها اللي تفصلها للحين عند خياط الجمعية أقوى وأحلى وأثمن من مليون هوت كوتور درس موجود بالسوق، لأن very natural حقيقي يمثلها. فما أخجل منها تكون يمي. أنا لابس توم فورد بدلة يمكن قيمتها 1500 دينار ويمكن لبسها على بعض كل أغلى شيء فيه الذهب اللي لابسته، بس she's present herself. وكل واحد فينا يمثل نفسه بشكل مختلف ونطلع للناس يشوفونه. مو لازم يكون أهلك شابهونك نهائيا، أمشي أنت تشابه نفسك بس تقبلهم بعض. حلو مهم جدا. I like that. أنا عندي سؤال الحين على topic تاني، هذا السؤال reflecting حلك ليش كتبته. أنا أول حلقة مثل قلت لك عملتها مع الوالد okay. والوالد كان بيحكي عن نقطة كتير حلوة وهي قصة القناعة القناعة فأنا في جملة كنت قلتها وكتبتها وقلت كتبتها الناس اللي بتتمسك قناعتها ما بتوصل لمكان. أنا كتبته بس حاب أسألك ليش أنت برأيك ليش. أوكي لأن شوف أنا أقول لك مرات في 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 مصطلحات أو مفاهيم أو حتى أمثلة يقولونها الناس تصير فيها برمجة عندنا وتسوي لنا أطباع مو زينة. يعني دائما يقول لك إنه والله فلان يا أخي صادق شفاف اللي على قلبه على لسانه، منو قال إن هذا صح؟ غلط. منو قال إن كل شيء بقلبك ولا كل شيء أنت مطلوب منك تقوله حق الناس لازم تقوله حق الناس؟ هذا الشخص
بعد 5 سنوات ممارسه هذا الشيء راح تلقى نفسها بروحه، ما حد راح يتحملها، حتى اهلها حتى زوجته حتى عياله. دائما تسمع الناس هذا يقول لك سليط اللسان وقح، دائما يقول لنا كلام المفروض ما يقوله، لانه يعتقد انه هو صادق، يعتقد انه واضح. فنفس الشيء كان موضوع القناعه، القناعه ولازم تكون شخص قنوع، ولازم بدا يصير في اتيتيود لانك تكون مستسلم. انك انت اليوم جينا بالمكان لقينا 2 مايكس، لا انا ما ابي 2 مايكس عشان صوت صرح له، جيبوا لي كمان مايك من فوق. هذا نوع من انواع عدم القناعه، انك تطلب دائما الافضل، دائما تطلب الاحسن. والقناعه اللي اليوم انا مقتنع فيه باكر لازم ما اقتنع فيه. اذا اليوم انا معاشي 1000 دينار لازم باكر يكون 2000 دينار، لازم بعد بكره يكون 3000 دينار، لكن لو طبقت مبدا القناعه 1000 دينار مكفيني واقدر اعيش فيه. والله نفس الشيء قالوا، بس على فكره انت عم تحكي بال1000 دينار، ابو علي كان عم يقول لي بسط مثل بسيط، شو قال لي؟ قال لي اذا انا اليوم بمشي على مطعم اوكي بشوف كنت يعني اعتبر انه هو فقير وشاف ساندويتش فلافل، قال اليوم بدي اكل فلافل بكره بدي اكل شاورما. بالضبط، قصدي ما حضل اكل فلافل طول حياتي. هذا معناته انك دائما تطمح للافضل بتطوير نفسك، بتطوير ذاتك، بتطوير عقلك، بتطوير يعني حتى بالرياضه، حتى بالاكل الصحي، حتى بقراءه الكتب. ليش اقرا 5 كتب وانا اقدر اقرا 10؟ ليش ما اطمح واطمع؟ والطمع بالنسبه لي انا اشوفه هو الشخص او الصفه الافضل من القناعه، انك تكون طماع. بس شنو طماع؟ انك ما تاخذ حق غيرك، ما تاخذ شيء عند غيرك. يعني انا ما اقول انا بقرا 5 كتب بس باخذهم منك انت، لا انا اروح اشتريهم بالسوق. الطمع السيء انك تاخذ شيء مو مالك. لا اقرا 5 كتب وسبريد ذا نولج. بالضبط هذه الفكره، فكره ان القناعه مرات عند الناس توصل لمرحله انك اقعد مكانك، اقعد في غرفتك، لا تطلع، اقتنع بالحياه اللي انت عايش فيها، اقتنع بظروفك. وكثير ناس يعني استسلمت لمبدا القناعه والرضا والكام هذا الزايد على اللزوم وما راحت اي مكان بحياتها. انت برايك هذا الشيء يعني انت بكل صراحه برايك هذا الشيء نورمال، ولا انت برايك بس قليل من العالم بيفكر؟ حبيت انك تقول بكل صراحه، اتوقع ان بعد في صراحه. لا لا ان شاء الله عليك اوبن بوك بالعكس. لا لا ثانك يو سو ماتش فور ذات سو فار. لا حبيبي قول لي يعني انت هل عنجد انت برايك ذس انك تحكي قصه القناعه هيدا، انت برايك از ات نورمال بالمجتمع انه كل العالم والله ممكن يطلعوا باوتسايد يعملوا شيء جديد، ولا بتحسوا بالقصه؟ لازم لازم، احنا اصلا اهم المجتمعات في العالم والبشر كلها، ما انبنت مدن ولا حضارات ولا شيء الا لان كانت الناس تطمع، لان الناس كانت تطمع بالافضل، كانوا يدورون الشيء الافضل لهم. شنو الشيء اللي ممكن يحسن مجتمعنا ويحسنني؟ ويا دائره يعني انا عائلتي مجتمعي دولتي. هذا الطمع اللي يصير هو اللي خلانا. ليش لما نجي نبني مبنى، اول ما بنينا بالخمسينات كنا نبني المباني بالكويت 5 ادوار، بعدين قمنا نخليهم 20، بعدين 25. هذا طمع مو طمع؟ بلا. بس ليش؟ لان الناس بدت تكثر، الحاجه بدت تكثر، ودائما الحاجه توازي طمع. يعني انا بطمع ليش؟ لان انا عندي حاجات. على قولتك اليوم اكلت فلافل بس انا هم عندي حاسه ابيها تروح تاكل لحم. فلازم يعني انا اشوف انه لازم الكل يكون عنده هذا النوع من الاتيتيود، لانه راح يطورنا كلنا. تطور الكل يطورني. يعني انت مثل لما يتطور الكاميرا مال مالك ويطور السكيلز مالوته، انت راح تتطور بالبرنامج مالك. صح صح صح. اللي لما تتطور البنت اللي ماسكه الاستديو بالنولج مالها راح تحل اي مشكله تصير معانا. تطورك تطور اللي حواليك يطورك. هذه والله مساعد يا ريت يا ريت لو كل العالم بتفكر بالطريقه. انا المشكله بالكويت وصراحه يعني انا درست برا كمان اتس ان ذا وورلد ان جنرال، بحس بس 1% من العالم بفكر. وانا هذا اللي مجنن العالم، اني تدري اني ما رحت اوروبا بحياتي كمان. شوف انت كيف صار الخلطه السحريه بتطلع يعني. فبقول لهم الفكره ان مره ثانيه الناس راح تفكر شلون لما انت اللي تسوي قاعد تسوي، مثل ما انت ايش قاعد تسوي برودكاست، قاعد تثقف العالم، قاعد تجيب شخصيات نفس مساعد وغيرها وشخصيات افضل ومختلفه، تخليهم يشوفون انهم بروحهم. في كثير ناس يشابهونك ويشابهوني ويشابهون الكاميرامان ويشابهون الناس الناجحه المتطوره اللي طلعت اوت اوف بوكس، بس للحين ما شافوهم. قاعدين بروحهم ينطرون يشوفونهم علشان اوب انا مو بروحي. صح والله في ناس فكر كذي. انا كنت على بالي افكر بروحي وعلى بالي انا مختلف واختلافي هذا مخليني. لا لا لا، الفرق بينك وبين اي شخص تاني ممكن يكون مجرد ابسط الامور، انت طلعت وحكيت يعني اطول شويه ممكن تلعب دور. بس لا يعني مثل انا اليوم مثلا لا تعال ناخذ whether it's selling fashion ولا being a stylist او podcasting. الكونسبت از نوت روكت ساينس، يعني هي مش مستحيله، مو مستحيله، بس الفرق بينك وبين اي شخص تاني انه فعلا انه انت اليوم you took the effort وعم تثبت حالك لحالك، عم تثبت حالك للمجتمع، وعشان هيك انت صرت العالم عم تشوفك وبتقول للعالم انه بي اكسبوزد اند يور اكسبوزد صراحه. وذر انت بهارفي او انت بالاون فلور او انت والله بينك وبين حالك اون انستغرام اند ستوريز، يور اكسبوزد. وانا اي ريسبكت ذات، انا بيرسون، شوف انا بيرسون صراحه اي ريسبكت، وات انسبايرز مي سو ماتش لما اشوف شخص
كونسيستنت بابسط الامور. يعني انا رجعت قلت لك قبل ما بلش تسجيل قلت لك ابسط ما شفت لما انت تسجل كام فيديو عم تعمل تختك وكل شيء والفاشن. تعرف القصه وين؟ لما انا كل يوم افتح انستغرام وافتح ستوري بساعه صرت I expect to see it. وهيدي يعني هيدي الاستمراريه بتقول بتخليني اسال حالي ليش انا يعني تخيل لو انا استمرت بالبودكاست مثل ما مساعد والله عم يستمر بالستوريز تاعت الصبح شو ممكن يصير؟ شو ممكن الريزلت تكون؟ وصراحه الريزلت ممكن تكون هيوج وكبير ويعني مره ثانيه ما حد راح يوصل اي شيء في الحياه الا بشغلتين الالتزام والاستمراريه. هذول الشغلتين اي احد يلتزم فيهم وتكون عندك هذا المبدا اي مبادئ ثانيه موجوده وحلوه وجميله لكن هذول لازم يكونوا موجودين عندك. اول شيء الالتزام انك تلتزم بوقتك واخلاقياتك واحترامك لنفسك والناس اللي معاك وبنفس الوقت الاستمراريه اي شيء غير مستمر ما راح ينجح واحنا دائما الاستمراريه تقل عندنا ليش لان على قولتك ناس يصير فيها ديسبوينتد يعني يسوي الشغله مرتين ثلاثه اربعه يحس الناس ما حبتها ما وليش مره ثانيه يصير عندهم ديسبوينتد لانه ينطرون راي الناس لما يسوونها ينطرون الفيدباك صح. اذا ما جاهم فيدباك ما يستمر لا do everything for yourself انت كون انت the first audience for yourself انت كون الجمهور الوحيد حق نفسك وصفك كل يوم حق نفسك والله اقول لهم انا يعني كل يوم الصبح الناس مرات تضحكون اتغذى بنفسي الصبح يعني بعد ما اغسل وجهي ما شاء الله والله العظيم يا جماعه قولوا حق نفسكم كلام حلو ما تتخيلون ايش كثر جسمكم يحتاج منكم انكم تكلمونه بمعنى الكلمه لما تعورك ايدك لما تقوم تلقى ايدك اليوم تعورك من النوم قول لها ايش فيك احسن والله العظيم ما حد يقدر يتوقع ايش كثر هالامور تفرق مع الناس فقلت لك مرات احنا مشكلتنا ان احنا كل شيء حاطينه برا يعني نظرنا خارجي سمعنا خارجي كلامنا خارجي لفوا كل شيء لداخل بس مجرد ما تسوون فوكس صدقوني راح تلقون كون ما تحتاجون فيه احد انتم بروحكم عايشين فيه بنجومه ودوله وعواصمه وكل شيء وانت عايش فيه بروحك راح تجي الناس تدخلهم طريقتك الخاصه وتطلعهم مثل مونوبولي تلعب معاهم وتخلص تفوز من اللي تفوز تاخذ مصلحتك من اللي تاخذه تاخذ اموشن من اللي تاخذه تاخذ فلوس من اللي تاخذه هذه الحياه صح. ويطلع بعدين ما لازم ما في احد يظل بس انت بس يعني هذا التوحد شويه عندنا مو موجود يخافون منه ويحسسونهم بالانانيه والجنون بس هو موجود ذاتس فيري ترو يعني والمشكله كمان انت عم تحكي انه قصه ابسط الامور اللي انت هلا قلته مشكله العالم عندها جرأة تحكي اللي انت قلته بصراحه مع انه تبي ايفرون يعني انا برايي العالم تحلم تعمل اللي انت عم تقوله العالم تحلم بس كم شخص عنده الاستعداد يحكي اللي انت حكيته يعني كم شخص هلا انا انت برايك كم شخص بالمجتمع لو رحت انا لعنده هلا قلت له مساعد بيقول ان انت والله لازم تحكي مع جسمك ايه لا شو حيقول لك راح اقول معقول يعني احكي مع ايدي انا مجنون ايه بالضبط بس تبي بس العالم بينه وبين حاله عارفه انه في في ممكن يروح على البيت ويعملها على فكره ممكن يروح على البيت ويعملها بس هو لا مهم انه لا انا اليوم نو 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 ام جونا جادج عارف كيف وسبشلي اوفر السوشيال ميديا وورلد يعني اليوم اذا انا بدي اعمل شيء بالسوشيال ميديا اتس سو ايزي يجيك فيدباك وكريتيسيزم فالعالم بتخاف بتخاف تطلع مع انه والله اليوم الصبح كنت قاعد ماشي بالبيت قاعد افكر قلت يا عمي انه انا من زمان كنت اطلع لايف على انستغرام شو كنت تفكر ليش بس قلت بس والله لا والله قاعد احكي قلت والله بس برافو عن جد انه it was a good risk عرفت كيف بس انه يمكن خطوه ورا خطوه ما بتنتبه لها بس انت عم تطلع لفوق you're climbing up the ladder شوف انت قلت كلمه جدا جميله لو كل واحد فينا طبق ريسك بحياته واحد his life will change يعني احنا سوينا ريسك واخترقنا الطياره اللي نقول حديد يطير بالسماء ترى ريسك هو ريسك اليوم الطياره صح. تطلع يا ريسك يعني عشان كذي نسكر حزام ونقعد وقدامنا يعني انت رايح كل اللي حواليك ريسك بس هذا الريسك يعني يخليني اروح دوله ثانيه ونسوي اجتماع عشان اخلص ديل ارجع بفلوس اكثر وبحياه اكثر صح. اسافر اروح ادرس برا اصير دكتور اصير مهندس احنا لما نحط نفسنا تحت دائره الريسك والخطر ان نعيش احلى حياه احلى اشياء نسويها بالحياه لما نروح مدينه ترفيهيه لما نروح المدن الترفيهيه بشكل عام شنو الالعاب كلها تبوت ريسك صح كلها خطر كلها صح. قطار ينزل فيك لفوق شيء يضربك ليته تبوت ريسك وهاف فن احنا البشر مخلوقات مجبوله على ان نكون في دائره خطر لما نكون بخطر كل شيء الالرت كل حواسك صح. تصير عاليه كل حواسك تصير عينك تشوف اكثر احنا مرات من كثر ما نعيش حياتنا كلها سيف 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 حواسنا تقل ما نشوف عدل ما نسمع فخلاص نفقد كل شيء فعيش الريسك يعني لو يعيشون الريسك بحياتهم كل يوم طبعا مو بالشارع لا عيش الريسك بطريقة افضل فكلمه ريسك يعني حبيتها لما انت قلت بتحس حالك انه بالعالم عن جد المجتمع احيانا they're one decision away from a changed life يعني one decision والله العظيم one decision ممكن واحد بيجي يمكن انت هلا مساعد تشوف شخص على الشارع تقول له انا مآمن فيك ما
وعم بعطيك الفرصه والعالم 99% of people بحسهم خايفين. It's happened. بيقول لك no. It's happened with me. والله. يعني في عندي كثير ناس مثلا شباب وبنات صغار they designers عندهم براند اشياء اجيهم اقعد معاهم after 4-6 sessions now they know brands. يعني انا ما سويت لهم ولا شيء بالبراندنج يعني لا قلت لهم غيروا بالستايل ولا حطوا الوان just tell them I believe in you. You should believe in yourself more. اي عندك ستوري behind the story. مرات يكون في عندنا كثير ناس مصممين وراء مكتب بس معجوق المكتب كل الورق على الارض ومو انا اجي ادش المكتب ماله ارتب الشلف احط له الورق اللي يبيه على الارض اللي يحتاجه فوق اقول له تفضل هذا الورق اللي تحتاجه فجأة يصير شيء لايتنج عنده ويبدا ينطلق واصير كانه كانت سيارته كيا صغيره كذي شلت الماكينه حطيت له بورش صارت الكيا تمشي اسرع شوف الحل ده بسيط جدا شوف ده بسيط يعني بس انت ضبطت له وراء يعني بس بعدين فتحت له خلاص واو. فهذا مهم جدا انك هم يكون عندك هذا النوع من المشن ان if you have power of change if you have power of knowledge share it don't keep it for yourself يعني لا تقول لما يكون عندك خبره لما يكون عندك اي نوع من انواع الفيدباك لما يكون اي نوع من انواع النصيحه تعرفها وحقيقيه وانت شاطر فيها don't keep it for yourself لك عندي سؤال is not here والسؤال الصراحه اجاني هلا انا عم بحكيك برايك انت لانه انت اصغر واحد بين اخواتك كلهم هو اللي خلى واحد كمان واحد نشوف احلى واحد انت لانك انت اصغر انا اصغر واحد بالعائله وفي فرق بيني وبين اخي 12 سنه فيعني اخي عمره 38 سنه وانا 26 فالسؤال هو انت لانه انت اصغر واحد برايك هذا الشيء هو بارت اوف انت ليش اليوم مساعد لنا اكيد اكيد اول بارت خلاني اجتماعي كوني اصغر واحد يعني لما طلعت وانا طفل قاعد اتعامل مع تقريبا 6 قبل يعني اكبر مني والبارت الثاني احنا عندي بيت عمي انا ابوي وعمام ماخذين خوات عندي 3 عمام ماخذين 3 خوات فانا كل عيال عمي عيال خالتي اوكي فبيت عمي اللي لزم جارنا بالضبط الطوفه بالطوفه بيت خالتي وعمي فبيننا فريه بالكويت هي عباره عن فتحه تنفتح في البيت يعني انا لما بروح بيت عمي ما اطلع في الشارع واروح لا ادخل من الصاله للصاله اوكي وان هاوس تو هاوس كونكتد بيت عمي هم تقريبا 9-8 فأنا بالنسبة لي طلعت في بيئة الأولى مالتي فيها وهذولي أعمار مختلفة أشكال مختلفة تفكير مختلف هذولي كلهم علشان to be the player between them محتاج أنك تكون flexible وتكون وتتحمل الصدمات لأنه تنطق كثير فصدمات لازم تحمل هذا أصلاً صرع مني شخص اجتماعي هذا أول شيء الشغلة الثانية بيتنا بحكم أن احنا الجاب بيننا تقريباً مو كبير سنتين 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 فكنا رغم أعمارنا الكبيرة كنا قراب من بعض كنا we share knowledge يعني محزم أخوي يحب القراءة كان أول واحد أعطاني كتاب قال لي اقرأ بس أتصدق كل شيء فيه وبعدين نقعد أنا وياك يعني very هذه أول كلمة قال لي إياها كان عمري تقريبا يمكن 8 سنوات 8 أو 7 والله بكير جاء كان يقول لي تفضل هذا كتاب اقرأ كان دري كليلة ودمنة أوكي وترى يعني كليلة ودمنة هو كتاب قصص حيوانات لكن very deep بوك تجيبت أن تعطيه حق طفل ما يصير هذا كتاب مو طفل بس هو مكتبته ما عنده كتب أطفال الكتاب الوحيد اللي يتكلم عن حيوانات تتكلم وقصص قال لي بس أتصدق كل شيء فيه بعدين نقعد هذا النوع من النقاشات والسوالف والكلام وممكن أمي وأبوي الله يعطيهم الصحة والعافية لأنهم غير متعلمين يعني الوالدة بس دشت محو الأمية علشان بس تدرسنا وما تدرسنا والأشياء هذه وكانت شاطرة بس بالرياضيات ما شاء الله عليها كانوا يحبون يسمعون مننا كانوا لما نقعد نقول راينا لا خل اخوك يقول رايه اسمع رايه هذا النوع من اداره النقاشات في البيت عندنا صنع مني شخص اسمع واقول رايي بكل صراحه بدون ما اخاف طول ما رايي صح وعندي الدليل عليه لان مرات في ناس يكون رايه صح بس ما عنده دليل لا تتكلم اذا ما كان عندي دليل ما اتكلم فبيتنا علموني هالشيء والشغله الثانيه مره ثانيه قاعد اقول لك اللي خلاني بيتني يعني خلاني اصير مساعد لاني اصغر واحد لاني يمكن اخذت اكثر نوع من انواع الحب اللي موجود في البيت كنت اصغر واحد كان يعني كان امي وابوي ومحزم اخوي ونادي اختي ومنير اختي ومنال ومحمد ومنى الله يرحمها كلهم كانوا يحبوني وكلهم كانوا يجيب مي ذا هاجز وكيس كانوا يعطوني هذا الحب اللي يمكن كثير من اترابي واللي بنفس عمري ما كانوا ياخذونه فانا بالنسبه لي احس ان بيتي هو اللي صدق صنع مساعد يعني كلهم لهم الفضل فيه بس يعني انا اشوف نفسي لاني اصغر واحد كان عندي شوي سنتر زياده بالموضوع إيه لا انا الصراحه اي اجري وذ يو انا بس شيء واحد زيد الشيء الوحيد اللي فادني انا شخصيا انه لما يكونوا انت الفرق بين اخواتك كبير
بتلاقي انه هن عم يمشوا بحياتهم ممكن يغلطوا بحياتهم، بس انت لما تخلق على بعمر صغير بتكون انت في فرق كبير، بتصير تتعلم من اغلاطهم. بس انت تمشي بالحياه صح بتتعلم كل اللي انت قلته اكيد، بس بتصير تطلع والله اوكي والله انا خيي غلط بالشغله، انا اي كان دو ات اي شودنت دو ات، عرفت كيف؟ بتصير يشادو ذم، بتصير تتعلم منهم وانت بتصير فاستر لجريتر جروث. يعني السؤال حابب نقول هلا عنه الصراحه هو سؤال اجاني من العالم مش من عندي انا، لما على انستغرام انا سالته، هي قصه المجتمع بالكويت وانت كيف قررت تشتغل هذا الشيء بالفاشل يعني. والسؤال كان انه هاف يو ريسيفد اني باكلاش، يعني اليوم انت شي مره او لقيت العالم عم تحاربك باللي انت بتعمله؟ لا شوف انا ما ابي اكبر الكلمه واقول محاربه بس معارضه، يس في معارضه اكيد. وانا مره ثانيه امثل المجتمع بابوي، يعني المجتمع كان يشابه ابوي. ليش؟ لان احنا مجتمعنا الكويتي كان بالنسبه لنا ما كان يشتغل في مجال الفاشن الا الناس الغير كويتيين، وكان في جنسيه معينه، ولان الناس اللي اشتغلوا في الفاشن وخلنا على قولتك نكون صريحين كان في لهم نسق معين من توجهات، يعني كان الاغلبيه اللي يشتغلون لبنانيين سوريين اردنيين مصريين هالجنسيات، وكان في بعض الجنسيات اللي اشتغلت بالفاشن من مصممين مثلا ازياء لبنانيين او سوريين كانوا جيز. اوكي هاكو صريح، انا راح اكون صريح مع بالعكس بالعكس اي لاف يور اونستي. فهذا النوع من التحفظ على هالمكان انه لا تروح هناك علشان نادش في هالدائره، لا تكون في هالدائره. يا جماعة الخير الواحد اللي يعرف نفسه يدخل أي دائرة ويطلع، مع احترامي لكل الدوائر أنا احترامي لكل الناس وكل التوجهات وكل العالم، أنا ما عندي شيء ضد أحد، لكن نحاول نناقش ليش المجتمع الكويتي كان ضد إنه ولد كويتي يشتغل بالفاشن، ولد مو بنت. بنت عادي ممكن تلقى بنت مصممة كويتية، احنا حتى مصممين كويتيين كان ما فيه فترة اللي يعني اشتغلنا فيها كان قليل، ويعني وهذا تلقاه مصمم الكويتي نصه كويتي نصه بريطاني. نفس الشيء أغلب الشباب اللي يعني اللي كانوا موجودين ما كانوا بيور كويتي، بس تبيك بيور كويتيز ومطيري كمان من قبيلة تشتغل في عالم الفاشن، انت قاعد تكسر مو محظورات، لا يعني انت قاعد يعني قاعد تستفز العالم. فعشان كذي انا لما العالم بدأت تسوي على قولتهم هجوم علي، ليش تقبلته؟ لاني ادري اني انا استفزيتهم، انا باللي قاعد اسويه بدون قصد استفزيت هذول العالم، خليتهم يحسون انسكيور، يعني خليته هو قاعد ولده قاعد يمه يشوفني بالتلفزيون اتكلم عن الفاشن، ممكن ولده يصير نفسي بس هو ما يبي. فبالنسبه له انا خطر، انا بالنسبه له خطر على ولده اللي ما يبي يصير نفسه مساعد. هو عاد كيف يعني مساعد صح وغلط؟ سنتكلم عن وجهه نظر الشخص اللي كره مساعد او الشخص اللي عصب على مساعد او الشخص اللي ذم مساعد، ما لومه لان انا كنت انسكيور حقه وحق اللي حواليه. فهذه النوعيه من القوالب اللي انحطت للي يشتغلون في الفاشن كان ما فيها ولا قالب يناسب الكويتي. كانك تعرف اللعبات اللي تصير فيها فتحات اكس او وما شنو، فجاه تجيب دائره مو موجوده ما بس انا دخلتها غصب. لما دخل غصب راح يقولك لا خربت اللعبه، اكيد كسرتها، انا كسرت اللعبه مالتهم اللي هي القالب اللي حطوه انه يا جماعه الخير هذا ما له شغل بجنسيتي. يعني انا ما اشتغلت هذا لاني مساعد المطيري، انا ما اشتغلت هذا لاني مساعد الرجل، انا ما اشتغلت هذا لاني مساعد الاسمر، ما اشتغلت هذا لاني مساعد الطويل، لا اشتغلت لان ماي سول ماي 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 مايند عقلي وروحي هي اللي تشتغل هالشيء تحبه. هذه روحي عقلي ما راح يحددها اي قالب لا جنسيه ولا شكل ولا جنس ولا اي شيء. فدائما الناس اقول لهم لما تجي تسوي شيء تسويه بحياتك سوى لان عقلك وروحك يبونه، مو لان جسمك يبيه، لان اجسامنا ممكن تحطك في اماكن انت ما راح تقدر تسويها. لما توصل لهالمرحله من الوعي راح تسوي اي شيء بدون ما تفكر ان هذا المكان زين مو زين هالمكان. يعني مثلا على قولتك البياعين كلهم عندهم من منصابين، كل البياعين جذابين وبياعين بياعين كلام الكونسبت. اي لا منو قال؟ منو قال ان كل الدكاتره مليقين وخطهم مو حلو؟ منو قال؟ منو قال ان كل المهندسين ناس كذي مرتبين زياده عن اللزوم؟ لا ترى في مهندسين فن ويونسون. صح لا تحطون الناس في قوالب، وانت نفس الشيء لما بتروح مكان لا تحط نفسك في قالب. يعني انا ما رحت الفاشن سويت مدرستي الخاصه، سويت مدرسه مساعد الكويتي الرجل البدوي قالب مالي خاص فيني علشان اقول لهم انا 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 مع هالصناعه، صناعه الفاشن انا فيها وجزء منها وجزء مهم فيها، لكن بنفس الوقت عندي قالب الخاص فيني اللي ما يقدر احد يسويه. يعني انا اي مكان اشتغل فيه تشيلني تحط احد ثاني ما يشتغل فيه، ما يصير. انا ترس مختلف بأي ساعة شقالة أي حلو. ماشين في تروس yes. أنا ترس مختلف، لما تشيلني تحط ترس مكاني نفس شكلي نفس حجمي نفس السنون مالتي ما رح يشتغل، ما عنده القدرة أنه يشتغل. أنا هذا قناعتي الخاصة فيني. أوف. وأنا صراحة مساعد بحترم كتير الباشن اللي أنت بتحكي فيها عن الموضوع هيدا honestly، لأنه بتحكي with a lot of passion وأنا يوش العالم بتشوف هالشي ويوش العالم تلحق اللي أنت عم تقوله، لأنه عن جد أنا برأيي إذا كل شخص كان عم بيأمل باللي أنت عم تحكي فيه وكل شخص لحق
الانرجي اللي انت عم تحكيها I think the world would be a much better place. العالم بيكون اسهل واحلى ان شاء الله. يا والله يا ريت احنا هذه الرساله الاسمى في اللي قاعد نسويه كل يعني. واحد فينا يكون نفسه ويسوي شيء يحبه ايه. هو ترى الرساله الاسمى مالته يمكن اللي ما يحس فيها انه هو we make better place. يس. احنا بمجرد ان احنا قاعد نسوي هالشيء حق نفسنا صح. واحد اثنين ثلاثة اربعة احنا لينك مع بعض كلنا صح. العالم راح يصير. انت اصلا لما تكون شخص ناجح وعندك فلوس كثيرة وراضي عن نفسك راح تكون شخص هادي، ما راح تسوي جريمة، ما راح تقتل احد، ما راح تسرق احد. تخيل كل واحد فينا لو كان انسان كذي متوازن باهدافه وعنده كل شيء يبي، العالم راح ينتهي منه كل هذا الشرور. العالم خلاص بيصير هذه الطاقات السلبيه والذبح والادمان وهذه كلها هذه تحدث وين؟ تحدث بلينك ان هذا شخص ما سوى فوكس على نفسه، سوى فوكس على كرام الناس بالضبط. ما سوى اللي يرضيه، قعد طول عمره يمثل انه راضي لان امه وابوه يبون يسوي هالشيء، تزوج البنت اللي ما يحبها لان امه تبيها، سوى الوظيفه اللي هو ما يحبها لان ابوه يبيها، لكن يوصل مرحله كل انسان ينفجر. الانفجاره هذه تطلع فيها طاقة صح. نفس النجم لما ينفجر شي يصير مكانه ثقب أسود، يسحب كل شيء داخل، يصير مدمر. بقال ما كان نجم ضوء الدنيا لأنه انفجر صار ثقب أسود عكس. لا لا والله يعني أجان هيدا الشيء سرير بالكويت صراحة، لأنه أجان مثل أنت قلت العالم بالكويت they take the decision. يعني أنا عم بحكي من الناس اللي أنا حين بشوفه بالمجتمع بياخذوا decision أنه ما يحط الفوكس حالهم. ما بعرف ليش اقول لك صراحه ما بعرف شو السبب بس انا ما بفهم ليش العالم ممكن تقرر او تفضل انا من دون ما احط فوكس على حالي لا والله خليني والله ويست ماي تايم او احكي عن العالم او اقضي وقتي بس جادجينج بيبل. طب لا ما انت يمكن هالساعه اللي انت عم تسهل اسهل جادجينج بيبل 100% اسهل. بس تخيل لو انت هيدي الساعه لو كل يوم هو بس بدل هالساعه بساعه اوف يعني احنا هيدي البودكاست كله على بعضها حتاخذ 1 اور. طب احنا 1 اور هلا وير سبريدنج انسبيريشن للعالم، عارف كيف يعني؟ انه تخيل انه تيك شو 1 اور. طب ما انت تيك 1 اور اوف يور داي وانفست ان شاء الله تكون بدك تبيع ما بعرف بلاي ستيشن، بدك اعمل بدك اياه ما بعرف رايت ا بوك. سمعت انه انت على الكتاب باي ذا واي؟ اي بس احب سمعت له خبر خلصنا بس ان شاء الله. اي كانت ويت حبيبي تسلم والله انا كنت حاب صراحه مساعدك. انا صراحه سؤال تاني انت جاوبته ما شاء الله عليك مساعد، انت يعني يور فيري اونست ومتحدث مثل ما تقولوا يور فينومينال يعني انذر ليفل والله حبيبي انت عن جد ما شاء الله عليك. انا حنقول هلا اخر اسئله، وهالاسئله هي عباره انه نحن بعد عنا صرنا 46 مينتس حاب بس هلا بس كونكلودينج. الاسئله اللي حصلك اياهم هي عباره عن اسئله بسيطه جدا، بس هي الاسئله ممكن عالم شوي تكون فاني او ريليتابل او انسبيريشن ان ذا سيم تايم. السؤال هو سيمبلي انه يعني هو انه انت اليوم بالكويت ليتس بي اونست منو باريس اتس نوت ذا موست فاشنبل بليس بصراحه. شو الشيء اللي انت ذات انسبايرز يو اباوت فاشن بالكويت، او مين ممكن يعني انت اليوم بس تفيق انت بعرف يو تيك انسبيريشن من حالك اكيد بس انه اي نيد انا مثلا ماي انسبيريشن هو شخص بامريكا جاي شاتي مثلا ببريطانيا اكيد هو زي انسبيريشن انت عايش بالكويت ما في انسبيريشن فاشن اوكي وين دو يو جيت انسبيريشن فروم؟ ممكن اختلف معك بهالكلام كثير ناس بدا يقول لك انه والله يو نوت ان باريس هاو يو جيت انسبيريشن هو سيد باريس اتس انسبيريشن هو سيد هو سيد لندن اتس انسبيريشن هو سيد مالديف اتس انسبيريشن انسبيريشن اتس وير يو فايند بيوتي ان ايفريوير. ممكن بيوتي بطبق الشيش برك اللي تسويه امك لما تحط فوق السنوبر مع زيت الزيتون اللي يكون فيه لون، هذا انسبيريشن تو جيت الموضوع وين تلقى الحلو وين تلقى الجمال. عينك اذا تبي تدور الجمال راح تلقاه، الجمال مو موجود لا بعاصمه ولا بدوله ولا بمبنى ولا بارض ولا بسمه، موجود داخلك انت لما تلقى الجمال تلقاه. مثل ما امي البدويه اللي عاشت في بيت شعر مترين في مترين صحراء وسماء قدرت تطلع أشكال لون أحمر وأخضر وأسود ومربعات ومثلثات تسويها على زل، معناتها لقيت إنسبريشن. ما جاءها إنسبريشن من السماء ولا طلع لها ملاك ولا طلع لها شيطان قال لها إنسبريشن، مثل ما كثير كانوا يعتقدون قبل أن الفنانين كان يطلع لهم جنون ويطلع لهم ليش، أنا كانوا ما يعتقدون أن الإنسان يقدر يكتشف الجمال في الكون. الجمال موجود، والكويت مثل أي دولة ثانية في لها زوايا معينة، في لها مباني معينة، في لها أماكن معينة. ممكن الانسبيريشن مالي إن نطلع أنا وربعي طالعة في البر ونقعد ونشوف النار وتشوف الألوان مالت النار شلون تطلع. يمكن في مكان ثاني لو تسويها النار هذه في القطب الجنوبي ما تطلع نفس ألوان الكويت، لأن النار تحترق مع الجو مع الأكسجين اللي موجود، مو موجود هناك موجود هني. فكل مكان له جماليته. فأنا نفس الشيء، أنا الانسبيريشن مالي هو إني I find beauty in أصغر الأشياء، بقطوة في الشارع،
في بالمباركيه في بياله شاي لما يصبونها شلون لون الشاي مختلف كل مره. هالامور هذه كلها بملابس امي، ملابس خالتي، ملابس الناس اللي في الافنيوز، في الارضيه، في الطيور، في الشجر، بكل مكان ممكن. قال اليوم قاعد اقول حق ماي نيوتريشن يوم كنت عنده فمكتبه شيء بانورامي، فقال لي يعني سوري يعني ان البانورامي ما في شيء. قلت له من قال ما في شيء؟ شفت المبنى البيج والبرتقالي والرمادي؟ هذه جماليتنا، هذا مبنى يعني مو مطلوب اني اطالع كل يوم لازم اشوف نيويورك برا، لا كل مكان له. بس احنا مرات مشكلتنا هم نفس الشيء، نحط الاشياء في قوالب. نحط ان الانسبيريشن لازم يكون نيم اوف سيتي. نو، منو قال؟ ما له شغل. اوكي جوعتكم كني انا على اكل وشبرك. ها شبرك، ذكرتي بامي. انا امي اليوم فطور شكله حسيت بس لا I love to see beauty. لانه هناك بالكويت sadly كثير من العالم بالعشرينات they complain a lot about الكويت، وبيقول لك انا ما في شيء اعمله، بنسافر على لندن، باريس، يو كي، بلا بلا بلا. و I think مثل ما بيقولوا بالانجلش انه it's always greener on the other side. يعني انت مهما كنت ومهما كنت تكون، ان شاء الله تكون بهاواي هلا، حتقول لي اوف ما بالكويت، عم الكويت والله الجو هلا بيكون شوي شوب هون برد، روح على لندن حتقول لي هون برد الكويت شوب. يعني دائما في مكان احسن. وبحس اذا العالم شوي قالوا لحالهم انه خليني بس انا اول شيء اقدر انا وين، maybe see the beauty. حضرتك قلت انه see the beauty باللي اراوني، حتى لو كان مبنى بيج كيف maybe there's some beauty in it. يعني إكسا لوران لما هد باريس وبيوت باريس وقصور باريس راح عاش بالمغرب. مو معناته ان باريس يعني هي المكان الوحيد للانسبيريشن. واقوى الهود كوتور واقوى الكولكشن سواها لما عاش هناك، لما عاش في الصحراء، لما عاش مع الشجر، لما عاش مع النخل، ما عاش تحت برج ايفل. ما له شغل، هي فكره انت وين تلقى الجمال اللي يخليك. والشخص المبدع صدقني الانسبيريشن يعني والله انا يعني خلال 25 سنة شفت يعني من مصممين لي كرياتيف ديزاينرز لي كرياتيف دايركتور لي 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 شركات ماسكي، تسمع قصص الانسبيريشن والله تضحك. قسم بالله ان في براند اسمها 21 نمبر 21 and the most popular slipper they have it فيها عقدة من جدام مثل ربطة مثل شنو الانسبيريشن؟ he was in the bathroom فجأة لقى تيشو بيبر جنبه وطول شوية بالباثروم، خذ تيشو بيبر سوى العقدة، طلعت معاه خذها، طلع برا عطاها ديزاين مرات قال سووها على سليبر وماس بابل. والله العظيم حقيقية، وسوي سيرتش عليها. يعني تخيل تيشو مال حمام سوى فيه عقدة، طلعت العقدة حطها على سليبر وباع السليبر وصار بالعالم وما تلقى سولد اوت. يعني عن جد بيوتيز انيوير بالضبط. بس انت وين تلقى او وين تلقى الايديا؟ How you take this beauty and make it selling? I guess the secret is to keep your eyes open. Yes. I guess أنه بس ما يعني كي خلي حواسك كلها تكون مفتوحة وراح تلقى beauty في المكان. السؤال الثاني هو اليوم في شخص قاعد يحضر، وهذا الشخص عم يطلع لمساعد ومساعد is his inspiration. ليش مساعد inspiration؟ لأنه مساعد بيعمل أشياء مختلفة and unique. هذا الشخص عم يحضر حابب يعمل شيء مختلف something different something unique بس خايف أو ممكن عنده he's not moving ما عم يعمل شيء. Okay. عن جد what's your advice to them? اي واحد يتابع مساعد او يتابع اي احد ويحس ان هالشخص ممكن يسوي لي انسبيريشن او انه يكون مثل لي، dont think like that. انت inspire yourself. اول شيء لازم تسويه جيب ورقه وقلم، لا تبي جيب ورقه وقلم واقسم الصفحه بالنص واكتب اقدر وما اقدر. اكتب شنو تقدر عليه على الاقل من 5 الى 10 اشياء، وما تقدر عليه من 10 الى 5 اشياء. الاشياء اللي تقدر عليها خلها على جنب، اللي ما تقدر عليها شوف نفسك هالاشياء هل هي مهارات، هل هي أطباع، هل هي أشياء ممكن تطورها وتقدر عليها. هذا هو المين جول مالك. بعد ما تطور هذولي إذا كان 10 5 بعد ما تطورهم حطهم ضيفهم على اللي تقدر عليه. This your career بدون ما أي ما تفكر بأي شيء. هذولي الأشياء اللي أنت طورت نفسك فيهم هذا الكارير مالك. واو هاي أول مرة حدا بيقول لي الصراحة. seems like a sounds like a life coach عم يحكي. الله صارت كمان اوكي سو السؤال في سؤال رح اسالك اياه هو صراحه شفت لانه اي سو اون جوجل كثير عندك شيء بالسيكريت ووردروب والخزانه وكنت بتحكي انه كيف اصل. رح اسالك سؤال بسيط، واتس ذا سيكريت تو ا بيرفكت ووردروب؟ انت اليوم الخزانه المثاليه عندك شو السيكريت تاعها؟ ثلاث اشياء. اول شيء لازم تكون تشابك وتكون تلبي اللايف ستايل مالك. يعني ما يصير انت تكون رياضي وكل الوردروب مالك ما يكون في ملابس رياضيه بشكل عام. يعني هذا عشان اوصل للعالم لازم تكون اول شيء تناسب اللايف ستايل مالك. ثاني شيء لازم تكون مرتبه، ولما نقول مرتبه تحت تندرج تحتها نقاط كثيره، مرتبه بالستايل بالالوان بالقصات. والشغله الثالثه الاساسيه عامل الوردروب مالك انه يور فريج، يعني الثلاجه مالتك هي كبتك.
يعني لازم تكون الاغراض فيها دائما فريش ودائما جديده، ما يصير تاكل تفاحه خربانه بالضبط. يعني ما يصير عندك تيشيرت عمره 10 سنوات، ما يصير حتى لو تحبه، حتى لو جايبته لك الجيرل فريند مالتك ولا امك ولا ابوك لازم ينقط لانه ما تقدر تستخدمه. والشغله الثانيه لما تجيب شيء جديد ينحط قدام الشيء القديم، يعني لما نروح نشتري تفاحات وناكل منهم نجري التفاحات اليوم، ما نجي ناخذ تفاحاتنا اليوم ونحطهم على طول في الفريج، نو ناخذ القديمه ونحط الجديده ونحط القديمه فوقها علشان ناكل القديمه قبل الجديده. لازم يصير في ريسايكل داخل في ساينس وراها يعني اتس نوت سمبل. في كلام هذا يبيله برودكاست كامل على الكبد. اوكي السؤال الاخير ذا لاست كويشن عندي بالليست، انا بعرفت عن يوم عندك ديلي روتين، عندك روتينك اليومي والعالم تعرفه اون سوشيال ميديا، واتس يور فيفرت بارت اوف يور ديلي روتين وشو الشيء هيدا انت برايك كل العالم لازم تعمله؟ يعني شيء انت بتدير روتين برايك انت بفيدك بغير لك ترتيب سريري. اوف لازم كل العالم لازم يرتبون سرايرهم. ليش؟ لان موضوع ترتيب السرير هو يبدا يومك. انت اول شيء راح تسويه في يومك انك انت تحط داخل مخك وبمخك يتبرمج ان عندك مهمه لازم تسويها كل يوم اللي هي ترتيب السرير. انا صغيره بس راح تعطيك شعور ان انت عندك مهمات مهمه. مجرد ترتيب السرير الواحد هذا هو اول انجاز راح تسويه باليوم اللي كله انجازات. وشغله ثانيه ترتيب السرير اصلا يعطيك مثل شعور ان انت on your life. سرير المكان الوحيد اللي احنا وي بي سرندر، يعني المكان الوحيد في الحياه اللي انت تستسلم حق كل شيء هو ترى المكان السرير النوم. يعني انا ممكن اقدر اذبحك وانت نايم، اقدر ابوق بيتك وانت نايم، بس طول الايام انا ما اقدر. هذا المكان الوحيد اللي هو انت تكون فيه حاس بالامان، فلما ترتبه انت يو ابريشيت ذس بليس. فهذا انا بالنسبه لي اتمنى الكل اللي يتابعني يكون، وفي كثير ناس سووها وتغيرت كثير من حياتهم، صاروا انشط، صاروا يقعدون مبكر، صاروا يقعدون الصبح لانه يعني ما يبي ما رتب سريري بالليل. ليش؟ فقام يقوم الصبح عشان يرتب سريره، شوف بدون ما يحس بس تغيرت حياته. رتبوا سريركم صدقوني راح يغير حياتكم. بس اجان ادين نصيحه بسيطه، بس انا برايي انا على فكره صرت الحق كمان وبتلاحظ بتصير تلاحظ ادفرنس. وانا برايي لانه انت عن جد بتفيق من نهارك من اول يومك عندك انجازات، وابسط الامور انجاز انك تعمل تختك. العالم ممكن لما تسمع شيء يقول لك لا شيء سخيف مش معقول ان عملت تختي، يعني شو الشيء البسيط. بس انت اسال حالك امتى اخر مره عملت شيء بسيط، امتى اخر مره عن جد عملت هذا الانجاز البسيط جدا اللي ممكن يعطيك هذا الاحساس انك عملت شيء. انا صراحه مساعدك، انا خلصت ماي كويشنز وانا برجع بقول، ولانه الناس اللي عم يجوا على هذا البودكاست وخاصه انت مساعد ار تشينج ميكرز، وانت يو ار ا تشينج ميكر. واذا بدي اقعد احكيك انا اباوت يور لايف انا ايم شور بنقعد بالايام مش ساعات. بدي انهي بس اقول لك انه انا عن جد ذا بريفليج ان اتس ان اونر الي شرف كون انا بحكيك، واي هوب انه نحكي اكثر واكثر. يو هاف ا لوت كامينج انا واثق عندك ان شاء الله بشوف لي كتاب وان شاء الله بشوف مور شوز وان شاء الله بتصير على برامج الطبخ وبرامج الهوستنج واللي بدك اياه كمان. وانا بتمنى لك كل خير واي ريلي ابريشيت انك جيت على انسباير. ثانك يو سو ماتش. انا مشكور صدق على المكان، يعني انا دائما اقول حق العالم ان اي شخص يعطيني فرصه اني اعبر عن اللي داخلي اللي يمكن كثير ناس ما تسمعه وما تشوفه هو قاعد يخدم مساعد بشكل ممكن ما يتغير. وانا دائما اتغير بعد برامج، مرات احتاج اسمع نفسي، مرات انسى بعض الاشياء اللي انا كنت مؤمن فيها، بس لما انسال فيها واتكلمها ارجع كذي يصير ريست حقي. فانت اليوم سويت لي فيري جود ريست وبدايه رمضان، يعني حق شهر رمضان شويه كريم. في رمضان كريم يا رب يعود على الناس ان شاء الله بالصحه والعافيه، بس هو شهر شويه متعب لان اللايف ستايل مالنا يتغير، الناس اللي حوالينا وقتنا يصير اقل، ما نقدر ننجز كثير، بس ان شاء الله يعني بعد هالبرودكاست نقدر نسوي شيء برمضان ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. Again, thank you so much. ولكل الناس عم تحضر أكيد إن شاء الله. Wait for another guest. ما بنعرف مين بيكون أكيد. Someone as usual influential. I'll see you next time. Alright. Thank you again.